بسم الله الرحمن الرحيم. من أهم القضايا في حياتنا كلنا هي قضية القيادة. القيادة في كل شيء في حياتك لازم يكون فيها قائد، يعني في البيت لازم يكون قائد، في الدولة لازم يكون قائد، في الجيش لازم يكون قائد، في الشغل لازم يكون قائد. ربنا حط في كل حاجة في خلقته قيادة، يعني حتى انت جسمك له قائد. عارف قائد جسمك ايه هو؟ قلبك. القلب هو قائد الجسم. حتى الطيور، انت دلوقتي تشوف، احنا في وقت الشتاء دلوقتي تبص على الاسلاك بتاعت الكهرباء تجد الطيور متصففة عليهم كلهم في انتظار شيء. انتظار ايه؟ لما يجي القائد عشان يقودهم هناك، وتبص تلاقي عاملين زي حرف 8، قمة الـ8 العصفور القائد، وبعدين وراه 3 من العصافير، وبعدين كل السرب بيطير. لازم يكون قائد في كل حاجة، لازم يكون قائد. حتى انت تبص، حتى لما يكون قافلة غنم او قافلة بقر، تبص تلاقي الاولاني ماشي والباقي كله وراه. ربنا سبحانه وتعالى عمل كده لكل الخلق. طب هل انت تعتقد ان ممكن شعب بحاله يترك بلا قائد؟ ربنا سبحانه وتعالى من أول ما حط الأنبياء، من أول نوح، كان يقول لنوح فلان الفلاني يكون القائد وراك. يجي بعد نوح إبراهيم، يجي بعد إبراهيم موسى، حتى موسى نفسه قال له يا رب خلي هارون وصي. قال له لا، الوصي أنا أختاره مش أنت تختاره، هارون جعلته نبي، إنما الوصي عندك هو اسمه يوشع بن نون، تعمل معاه كذا وكذا وتطلع يعني اداله كل الحاجات اللي لازم يعملها مع الوصي. يعني وصي النبي لازم يكون باختيار الله. طب انت تعتقد ان اخر الديانات اللي في الارض، الخاتم بتاع الديانات اللي حمل كل الرسالات السابقة في رسالة واحدة، اللي ختم المشروع الالهي بتاع ربنا، تفتكر ان ربنا بمنتهى كده البساطة يموت ويقوم يقول له سيبهم بقى يختاروا هم على مزاجهم، يعني مالكش دعوة بحاجة؟ معقول الكلام ده؟ معقول؟ يعني يمكن قالوها وقت العصور الأولى، قالوها وقت معاوية، كان الناس ما عندهاش ثقافة، ما كانتش بتفكر. بس احنا دلوقتي في عصر العقول نضجت والناس بقت تفكر والكتب ظهرت والإنترنت اتملى بأخبار. يعني انت ما عندكش طريقة تفكر بيها ازاي يقبل عقلك ان الرسول يقول تركتها شورى بينكم، يعني تفلقوا في بعضيكم، نقوا اللي عايزين تنقوه؟ انه عقل يتحمل الكلام ده؟ شوف انت الامام علي بيقول لك ايه سلام الله عليه، لو ان الامه منذ قبض رسول الله اتبعوني واطاعوني لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم الى يوم القيامه. أحمد بن حنبل اللي هو المفتي بتاع أهل العراق ودلوقتي مفتي الشرق الأوسط ما شاء الله، كتب في كتابه فضائل الصحابة، حتى هو اسمع بيقول إيه: في ولاية علي ما أصبح أحد في الكوفة إلا ناعما. يعني إيه ناعما؟ يعني عايش في رفاهية، ما فيش واحد في الكوفة كان عنده فقر ولا عنده مرض ولا عنده شغلة، لأن كان القائد يتولى كل المهمة بتاعته. طيب أنا النهاردة هتكلم عن موضوع طلبوه مني أهل مصر. في حاجات كتير احنا عارفين في مصر ما فيش كتب للشيعة لأهل البيت إطلاق، هم عايشين على الحاجات اللي بتطلع على الإنترنت وعلى اليوتيوب. في حاجات كتير بتتحكى قدامهم مش فاهمينها، يعني بعد يسألوني ايه هو الغدير، ايه هي كربلاء، ايه هي قتل السيدة الزهراء، يعني بيسمعوها من ده شكل ومن ده شكل ومن ده شكل، عايزين يعرفوا الحقيقة ايه، لان لا عندهم كتب ولا عندهم شيوخ تقدر تكلمهم، ولا عندهم حسينيات ولا عندهم الحاجات دي خالص. انت شفت الحسينية اللي عملها حسن شحاتة عملوا فيه ايه؟ فما عندهمش حاجة، هم عايزين يدخلوا في مذهب اهل البيت. جه يوم من الايام الرسول صلى الله عليه واله وسلم قال لهم ايه: انا السنه دي هطلع على الحج وهتكون الحجه الاخيره لي، فاللي عايز يشاركني يتفضل. طبعا معظم الناس حابه تاخد الشرف ده تطلع تحج مع رسول الله. طلعوا مع حوالي 20,000 بين رجل وامراه،
راحوا مع الرسول على الحج، وهم في أثناء الحج، في أثناء الحج مش في أثناء الطريق، في أثناء الحج نزل جبرائيل وقال له بطريقة ما تعودش عليها قبل كده، قال له: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني تسمع أنت من الكلمة دي إنه كان قايل له قبل كده وهو ساكت، يعني زي ما يجي واحد يقول لك: ليه ما قلتش؟ ما أنا قلت لك قبل كده، ليه ما عملتش؟ فقال له: بلغ ما أنزل إليك من ربك. وبعدين إيه؟ نبرة فيها نوع من التهديد. عمر ربنا ما طلب من محمد كلمة بلغ، لأن محمد كان يبلغ بس يجي له الوحي يقوله، بس يجي له الوحي يقوله، إنما هنا جاله أمر بالتبليغ: بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني بلغ، يعني لا صوم ينفع، لا صلاة ينفع، لا زكاة ينفع، لا حج ينفع، لا قوانين تنفع إذا ما قلتش الكلام اللي أنا وصيتك عليه ده. فطبعا كانت خضة، إنما الرسول قال: سمعا وطاعة، هبلغ. بس كشخصية قائد بقى، شوف الرسول لما يكون قائد فكر وقال: دلوقتي الجماعة في وقت الحج، أنا لو جمعتهم وكلمتهم عن الموضوع اللي ربنا عايزه مش هيكون إصغاء كامل، لأن كل واحد ملهي بالمناسك اللي بيعملها. أنا عملت، أنا خلصت، أنا لسه عليا كذا، أنا لسه عملت كده، لا ما صليتش الركعتين هنا، لا ما وصلتش عند مقام إبراهيم، لا كذا لا كذا. فكل واحد هيكون ملهي بالمناسك بتاعته. فمن ذكاء القائد إنه سكت لما تخلص الحج، وحضروا حالهم للرحيل، وطلعوا كلهم عشان يروحوا. مشيهم في أثناء الطريق، وقف هنا نادى. خد بالك من كلمة نادى، نادى: يا أيها الناس، طلعوا فريق منكم ينادوا الناس اللي قدامانيين دول، يرجعوهم تاني، وانتم استنوا الجماعة اللي لسه ما وصلوش. وقفهم في منطقة اسمها غدير خم. غدير خم ده كان عبارة عن ايه؟ بركة كبيرة قوي 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 قوي، بتتعبى في الشتاء بالمية، وفي الصيف بتكون عبارة عن تراب، انما بركة كده مدورة. فوقفهم في المنطقة دي، درجة الحرارة عالية جدا والدنيا حر موت. وقفوا استنوا بقى الجماعة اللي قدام دول لما يرجعوا، واستنوا الجماعة اللي ورا المتأخرين لما يوصلوا. يا ترى عايز يقول لنا ايه؟ وقفنا ليه؟ في ايه؟ ضل واقف معاهم ساكت. لما اجتمعوا اللي قدام واللي ورا، قال لهم: اعملوا لي منبر. منبر؟ الأرض كلها عبارة عن تراب، وما فيش غير البركة المدورة دي. فكروا قالوا: هاتوا السرج اللي على الحصنة وعلى الجمال. عملوه لما عملوا تلة كبيرة كده. بذكاء القائد، اسمع كيف ذكاء الرسول. أول حاجة كان صوته عالي جدا جدا عشان يسمعهم كلهم، فقالها بصوت عالي قوي. كلمهم، عايز يكلمهم ازاي بقى؟ مش خطبة، لأن لو كلمهم خطبة تبقى عادية أوي زي اللي بقولها في المسجد. كان الله كان استنى لما تروح على المسجد وكلمنا، موقفنا في الحارة ده عشان تقول لنا خطبة؟ لا، عملها ديالوج، يسألهم وهو ويستنى الجواب عشان يخليهم كلهم يتفاعلوا معه. ألست أنا أولى بكم من أنفسكم؟ نعم يا رسول الله. يعيدها ويكررها ويعيدها ويكررها، عايز يسمعها من الجميع. يرجع يقول لهم: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ ألست أولى بكم من أمكم؟ ألست أولى بكم بكذا؟ وهم يقولوا نعم، يعني فخلاهم يتفاعلوا معه. هم عايزين يقولوا، عايز يوصل لإيه ده؟ بيوصل بيتكلم بيقول إيه؟ عايز إيه؟ فلما وصل حكى، وبعدين أداهم فكرة: أنا عملت معاكم كذا، أنا نزلت لكم القوانين كذا، قلت لكم عن الصلاة، كلمتكم عن الصلاة، كلمتكم عن الصيام، كلمتكم عن الحج، كلمتكم عن كل شيء، مظبوط؟ يقولوا له نعم مظبوط. اسمعها تاني، نعم مظبوط. فاهم ازاي؟ فاي يحكي 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 وهو يتفاعل معهم، يكلمه واسمع يقولوا له نعم. والاخر قال لهم: الله مولاي وانا مولى كل مؤمن ومؤمنة. نعم؟ قالوا له نعم يا رسول الله. فطلع جنبه، لقى علي، اشاور لعلي: اطلع جنبي. فطلع علي، مسك ايده ورفع ايد علي لفوق فوق مع ايده، وقال له: من كنت أنا مولاه فهذا علي مولاه. شوف الدعوة بقى، الدعوة دي أنا بقولها لك عشان تسمعها وتحطها في ودانك. اللهم والي من ولاه، وعادي من عداه،
يجي واحد يقول لي من اهل السنه، احنا عمرنا ما منعادي علي، علي كرم الله وجهه رضي الله عنه ما منعادهوش. اه الله، وانصر من نصره واخذل من خذله. عارف انت كيف تخذل علي؟ انك ما تتبعهوش وما تامنش بامامته، هذا الخذلان لعلي. فهنا دعوه الرسول اخذل من خذله، يعني انتبه الدعوه دي بتصيب كل واحد ما يامنش بامامه الامام علي. هنا قال لهم ايه؟ هديك فكره، فقره بسيطه كده من الخطبه اللي قالها، وشوف الخطبه قد ايه قويه، وتتفاجئ لما تسمعها وتسمع كلامها. قال ايه؟ يعني بعد ما حكى الخطبه كلها وعين عليه، قال: الا وقد بلغت، اللهم اني اشهدك وكفى بك شهيدا. معاشر الناس، قالوا: نعم، إني قد أشهدت الله عليكم. شوف القوة لفين. إني قد أشهدت الله عليكم وبلغته رسالة، وبلغتكم رسالته. أشهدت الله عليكم وبلغتكم رسالته، وما على الرسول إلا البلاغ. يعني شهد ربنا عليهم 20,000 اللي واقفين إنه بلغ رسالة الله لهم، يعني عشان تفهم إن دي رسالة سماوية، بلغ رسالة الله لهم. إني أدعوها إمامة ووراسة في عنقي إلى يوم القيامة، في عقبي أسفة. إني أدعوها إمامة ووراسة في عقبي إلى يوم القيامة. ده أمر من الرسول، حطها في عقبه، يعني من علي لأولاد علي. وقد بلغت ما أمرت بتبليغه. اسمع الحتة دي بقى، خليك معايا. بلغت ما أمرت بتبليغه، أمرت بتبليغه، وهو حج على كل مؤمن ومؤمنة، وحج على كل حاضر وغائب، ووالد وولد إلى يوم القيامة. يعني عايز يفهمك إن الكلام اللي حصل في اليوم ده حج عليك لغاية يوم القيامة. أنت كل ما بتسمعني، على فكرة كلامي أنا النهاردة ده هيتلزمك قدام ربنا في يوم القيامة، فعشان كده لازم كل واحد يبلغ عفوا يبلغ الوالد، يبلغ ولده. وبعدين قال لهم خلص الخطبة، اعملوا لي بقى خيمة هنا وخيمة هنا. هم طبعا جايين من الحج ومعاهم الخيم بتاعتهم محملينها على الجمال. قال لهم انصبوا لي خيمتين. فنصبوا له خيمتين، الخيمة يقعد فيها علي وخيمة انا اقعد فيها. انتم تيجوا عندي تأكدوا العهد بتاعكم، وانا اعمل لهم عهد. عهد ايه؟ اعاهدكم وتعهدوني على ايه يا رسول الله؟ وكل الكلام ده يوصل لولادكم وولاد ولادكم على ايه يا رسول الله؟ ما حدا يمسك القران ولا يقوم بتفسير القران غير علي واولاد علي، وهذا عهد مني اليكم، تعهدوني. قالوا له: من عهدك. اسمع كده، وصل العهد؟ نفذوا كلامه؟ الجماعه اللي فسروا القران ده فسروه عن طريق اهل البيت، ولا فسروا عن طريق آرائهم هم؟ الموضوع إلكم أنتوا، بحسوا. طيب اللي حصل ده كله، وقفت الخيمة، وقف علي في الخيمة بتاعته، كلهم يجوا يحطوا إيدهم في إيده على إيه؟ على أساس إن عهد مبروك ونعهدك، مبروك ونعهدك. تخيل 20,000 مبروك ونعهدك. حتى النساء كان يحط مية ويحط رسول ايده في المية، وهي تحط ايدها في المية تقول له مبروك ومنعهد عليه. فاهم ازاي؟ فتم العهد وتمت البيعة في اليوم ده. لما تمت العهد والبيعة، نزل جبرائيل عليهم قبل ما يتحرك الرسول، وقال له: ان العلي الاعلى يقرئك السلام ويقول لك: اليوم اكملت لكم دينكم، خلاص، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. خد بالك، أتممت عليكم نعمتي، حطها بين قوسين دلوقتي هشرح لك إياها، لأن دي نعمة من عند ربنا. يا ترى الكلام ده له توثيق في القرآن؟ لأن الجماعة اللي بيقولوا لي أنت لازم تتكلمي، أنا بتكلم الحمد لله في كل كلامي موثقة بالقرآن. له توثيق في القرآن؟ نعم، في سورة آل عمران. اسمع معايا كده، في ربنا بيقول ايه هنا؟ الجماعة المؤمنين بيقولوا له ايه؟ ربنا، اننا سمعنا مناديا ينادي. اول مرة كان ينادي الرسول فيهم، مناديا ينادي للإيمان،
من هو الإيمان؟ هل هو رجل أو هو دين؟ احنا عارفين دلوقتي نتذكر خرج الإيمان كله إلى الكفر كله. سمعنا رجل ينادي إلى الإيمان، يعني إلى علي، ينادي إلى الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. حلم حتة كفر عنا سيئاتنا دي تفكرك بسورة محمد اللي هي بتقول إيه؟ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا بما والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. يبقى اللي آمنوا الإيمان الثاني بما أنزل على محمد وهو الحق، الحق مع علي وعلي مع الحق يدور معه، مش كده؟ وآمنوا بما أنزل على محمد وهو الحق كفر عنهم سيئاتهم. هنا بيقولوا له احنا آمنا وآمنا باللي بتنادي عليه بالإيمان فكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وأتينا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. أبدا ربنا ما يخزي الإنسان، مشى على كلامه ومشى على طريقته وآمن بما أنزل الله سبحانه وتعالى على محمد. فاستجاب لهم ربهم، شوف الإجابة بقى، شوف رحمة ربنا. فاستجاب لهم ربهم، قال لهم إيه؟ إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم. احنا شايفين الوضع دلوقتي قدامنا، الهجرة والخروج من الديار والتشتيت في العالم، كل ده مش محتاج شرح يعني. وأوذوا في سبيلي، يعني اتكلم ولا حرج، وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا. مالهم دول يا رب؟ لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. شفت القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء، حتى موقعة الغدير يستشهد فيها بالآيات القرآنية اللي موجودة اللي ربنا حطها. الإمام الصادق هنا بيقول لك إيه؟ بيقول لما قال النبي عن علي وأقامه في الولاية، صرخ إبليس صرخة عالية جدا فتلموا عليه عفاريته. كلمة عفاريت على فكرة يعني العفريت شكل والجن شكل، العفريت اللي هو أسرع فرقة، أسرع في الحركة من أي نوع من الجن التاني. فتلموا عليه عفاريته، إيه مولانا في إيه مالك؟ قال لهم إيه؟ يا ويلكم يوم كيوم عيسى، يوم كيوم عيسى، والله لأضللنهم جميعا. من هم؟ لأضللن الخلق جميعا. فهنا ربنا سبحانه وتعالى نزل قرآن وقال إيه؟ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا قليلا من المؤمنين. تذكر بقى السقيفة واللي حصل في السقيفة، صدق عليهم إبليس ظنه، مش قال لك لأضللنهم أجمعين؟ أهو ضللهم إلا قليلا من المؤمنين. فلما نزل القرآن ده وأرى الرسول على اللي قاعدين، رجع إبليس صرخ صرخة كبيرة قوي، اتلموا عليه قالوا في إيه تاني بتصرخ ليه؟ قال لهم يا ويلي يا ويلي يا ويلي لقد جعل الله كلامي قرآنا. رفع راسه للسماء كده وقال لألحقن الفريق بهم جميعا، يعني الجماعة اللي هم خلفوا دول هخلي الجماعة كلهم يتفقوا معاهم، لألحقن الجميع بهم جميعا، الفريق بهم جميعا. فقالوا الجواب في القرآن، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. مين عباده؟ احنا كلنا عباد الرحمن، بس هم عباد الرحمن لهم خاصة، مجموعة خاصة وربنا بيتكلم عنهم في القرآن. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. من هم؟ من هم عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام؟ أنا وإنت؟ إنت لو واحد مسكك في الشارع وقال لك أبوك وأمك واللي جابوك واللي حطوك بتقول له سلام بتمشي؟ ولا بتقول له ابوك وانت وتشبك فيه وتضربه ضرب احنا غير وهم غير.
يعني قصة بتروى في أيام معاوية، واحد من أتباع معاوية كان من أحبابه كمان، قاعد بيزم في الإمام علي، فقال له معاوية: يا عم اسكت، ده أفصح ولاد العرب، وأذكى واحد، وأفصح واحد، وأأمن واحد، وقعد. قال له: أنت بتشكر فيه؟ قال له: آه، أنا بقول الحقيقة فيه. المهم الراجل ده مشي في الطريق قبل علي، فقعد يسبه: انت فكر حالك مين؟ انت ايه؟ انت معرفش ايه؟ انت قاعد يسب في علي. فعلي بص له كده بمنتهى الاحتقار وقال له: سلام سلام. فرجل لمعاويه قال له: ده اللي بتقول عليه افصح العرب، ده اللي بتقول عليه اشطر العرب، ده ما عرفش يرد علي. قال له: ما عرفش يرد عليك ليه؟ قلت له ايه؟ قال له: سبيته ولعنته وعملته وخليت فيه. فبص لي باحتقار كده وقال لي: سلام سلام. ضحك وقال له: ده شتمك ابلغ شتيمه. قال له: ازاي يعني؟ قال له: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. حطك أنت في مستوى الجهل المطلق. قال له: أنا؟ قال له: آه. يعني شوف كيف طريقة التعامل. الأئمة معروفين كلهم بأسلوب، بأخلاقيات مميزة، لا يشتموا ولا يعادوا ولا يضربوا، والرحمة اللي موجودة في رسول الله موجودة فيهم كلهم كلهم كلهم، يمتازوا بالرحمة الشديدة. وأظن اللي يمتاز دلوقتي في عصرنا ده بالرحمة القوية جدا والخوف على الشيعة هو الإمام المهدي سلام الله عليه، اللي بيقول: لو عرفوا قد إيه أنا بحبهم لماتوا من كتر شوقهم إلي. لأنه بيحب شيعته جدا وبيخاف عليهم وبيحميهم، ومن غيرهم ما يحسوا. يعني ممكن تكون هتقع في مصيبة، يبعت لك أي حاجة تغير لك مسارك عشان خاطر ما تقعش فيها، لأنه متابعك وشايفك وعارف تصرفاتك، انت من شيعته من اتباعه. فعباد الرحمن هنا، او ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، يعني ولا ممكن يا ابليس تقدر تقرب على عبادي دول من اول علي الى المهدي، مالكش دعوه بيهم. فهنا ابليس عرف الخطاب وفهمه، فقال ايه؟ قال: اخ، صرخ صرخه ثالثه. قالوا له: بعدين عايز ايه؟ مالك؟ قال لهم: نزل قرآن بس ما اقدرش عليه. ليه؟ قال له: لان عباد علي دول ما اقدرش عليهم. اللي بيمشي ورا علي وبيمسك في علي مش ممكن ينفك عنه، واللي بيمسك في الائمه مش ممكن ينفك عنه، ولذلك انا عندي طريقه تانية. ايه هي؟ قال: لازينهم لهم المعاصي. انا مش حاضر ابعدهم عن الولايه، انما هزين لهم المعاصي. يقوم يسلط عليهم، يسلط على الرجال نساء، ويسلط على النساء رجال، ويسلط على بتوع المال، يسلط عليهم ناس يزين لهم الربا، يزين لهم الفوائد، يزين لهم الأشياء دي. إنما إيه؟ يقول لك إيه؟ إنما الولاية بضل فيهم. بيجي وقت الحسينيات ووقت عاشوراء تلاقيهم سابوا كل الحاجة، وحتى لو ما راحوش الحسينية إنما متمسكين في الوقت ده بشعائر الحسين. في كل دول العالم، ادخل في اي منطقه في دول العالم، في العاشر، في عاشوراء، في شهر محرم، تجد ان كلهم عاملين حسينيه. اللي كان بيعمل السبعه وذمتها في طول السنه بيجي في الحسينيه بيقعد، متمسكين بامامهم. واللي متمسك بامامه ما يخيبش. ليه؟ لان الائمه سلام الله عليهم لما يعرف انك انت بتحب الامام بتاعك قوي ومتمسك بدينه قوي ومتمسك بحبك له قوي، يوم هم يحطوك معاهم، ياخدوك على حصن الله، يدخلوك في حصن الله، يحموك. يعني عارف ازاي؟ دول شيعة الأئمة، يحموهم من إبليس وأعوانه. فهنا يقول لك ايه؟ ان الإمام هنا الصادق بيقول لك ايه؟ والذي بعث محمدا بالحق، إن العفاريت والأباليس على المؤمن مثل الزنابير على اللحم المكشوف. يعني لما تعلق قطعة لحم كده في الهواء، تبص تلاقي الدبان جاء عليها والناموس جاء عليها وكلها تعم. يعني الزنابير كان يقولوها بنوع من الحشرات تيجي على اللحمة دي. بيقول لك الأبالسة والعفاريت على المؤمن الشيعي هيك، بيفضل يقولوا من هنا ويقولوا من هنا ويقولوا من عشان يوقعوه. إنما المؤمن كالجبل، حتى الجبل ممكن تمسك المعول وتخبطه، إنما المؤمن لا ينفك عن إمامه أبدا، لأن دينه إمامه. وقلتها لكم الحلقة اللي فاتت، دينه هو إمامه. طيب دلوقتي نقدر نفهم دلوقتي إن لازم نعرف إن الإمام بتاعك يكون موصي من قبل الله،
مش انت اللي تختار يا شاطر، مش انت اللي تقول والله ده لقيته اكبر واحد وده لقيته كان ماشي معاه وده لقيته. انت قد ما تلاقي هتكون احسن من موسى؟ مرضاش يخلي اخوه؟ لا. فالإمامة بتكون وصية من قبل الله تعالى، هو ربنا اللي بيختار الإمام، لأن الإمام لازم يكون له مواصفات النبي. أنت هتكون وصي النبي بعد ما يروح، لازم تكون لك مواصفات له، يعني يكون على العلم، علم راقي جدا، ويكون عنده علم عالي، ويكون عنده فكر ناضج، ويكون عنده حكمة، ويكون عنده رحمة، ويكون عنده تصرف في المواقف صح. يعني مش أي واحد تحطه عشان كبير في السن، وعشان ده كلام فارغ، ده انتوا عقلكم على قدكم. انما الامام، الامام ربنا بيختاره لان الامامه مكان عالي جدا، مكان عالي ومكانتها عند ربنا عاليه جدا. يعني ابراهيم حطه نبي عليه السلام، وحطه رسول، وبعدين حطه امام، لما اتاكد منه وزاد في حبه له حطه امام. يعني شوف قيمه الامامه ايه. دلوقتي الامام هو المسؤول عن العالم كله، مسؤول عننا، مسؤول عن تصرفاتنا، مسؤول عن أعمالنا، مسؤول عنه. يعني ده هو رب الأرض، مسؤول عن الأرض وعن اللي فيها. طيب لو جينا نعمل مقارنة بقى، أنا مش عايزة أدخلكم في متاهات وتقعدوا تتكلموا وتتفلحصوا بالكلام اللي بتقوله لي ده على اليوتيوب، الله يسامحكم. لو عملت مقارنة، أنت عملها بينك وبين نفسك وأنت قاعد بتسمعني، اعمل مقارنة بين أبو بكر وبين عمر وبين علي عليهم علي السلام، وشوف أنهون أعلم، أنهون أحكم، أنهون أقوى، أنهون أشجع. ملهوش ولا قصة واحدة ولا حركة واحدة عملها نقول والله عمل في المعركة الفلانية والناس قالت عنه، لا هو ولا عمر. إنما علي في كل المواقف، في كل الحروب اللي دخلت مع رسول الله كان هو الشجاع الأول فيها. لذلك علي تقدر تحكي عنه، ما تقدرش تحكي عن هدول. بالعكس، كان عمر يمتاز بالشدة والقسوة الشديدة. أنتوا تنسوا سعد بن عبادة لما كان مجروح ونيمينه على الأرض، ولما عينه أبو بكر وقت السقيف قال لهم أبدا ما بآمن ولا بوافق على بيعته، أنا بيعت علي. فرح جاي دايسه برجليه وهو نايم على الأرض، دعس عليه وهو نايم على الأرض. ما عملهاش عمر؟ ما قال اقتلوه، اقتلوه بما قال، أمرهم كمان أنهم يقتلوه. ما وصاش خالد بن الوليد لما راح ياخد الزكاة من ملك بن نويرة، ملك بن نويرة مرضاش يدفع له الزكاة، فقالوا الخبر اقتله، قتله في نفس الليلة، وفي نفس الليلة زنى مع مرته، زنى ما اغتصبها وسامحه. معلش ده معلش ليه؟ لان عشان ما وافقش على انه يدي الزكاة لأبو بكر. دي مش قسوة؟ ما كانش اللي يغلط في وقت عمر يضربه بالدر على دماغه؟ أكم واحد قتل، أكم واحد ارتكب فيه جرائم، أكم واحد ضربه. طب شوف الطرف الثاني بقى، شوف الطرف الثاني. علي كان رحمة، رحمة على الأرض. من غير أنا ما أتكلم، أنتوا عارفين كان علاقته مع الأيتام، وعارفين لما ضربوا ابن ملجم وراح على البيت، طلعوا الأيتام كلهم على الباب يقفوا يبكوا، لأن هو كان يسقيهم ويأكلهم ويجيب لهم ويحط لهم كل حاجة. عارفين رحمة علي لما وصى ابنه الحسن عليه السلام وقال له يا بني بحقي عليك لا تقيد له رجل ولا تقيد له يد، أطعمه مما تأكل، أسقيه مما تشرب، وإذا كنت عايز، إذا أنا امتد في عمري أنا بتولى أمره، إذا أنا متت تضربه ضربة واحدة، إذا قدرت تضربه ضربة واحدة زي ما هو ضربها لي فقط، تاخد القصاص هذا فقط. دي كانت رحمة علي. علي يمتاز بالحكمة، يمتاز بالرحمة، الرحمة الشديدة جدا. يعني قد ما أحكي وقد ما أحكي وقد ما أقول عن علي مش حقدر أوصف علي، ما أقدرش أوصفه، يعني كلامي بيكون نقطة في بحر علي. طيب هنا بقول لك إيه مثلا، أديك فكرة عن الوصي كيف بيكون عنده العلم اللي مش موجود عند حد تاني خالص. يعني علي قال كلمة افهمها أنت بقى معايا، قال لك ايه؟ كل بصير غيره يعمى عن خفي الالوان. فسرها لي. كل بصير غيره يعمى عن خفي الالوان. مين يعني؟ مين هو البصير؟ يعني كل بصير غير الله يعمى عن خفي الالوان. عايز افهمك ان في الوان في الكون احنا ما نقدرش نوصلها، احنا ما نقدرش نوصلها. الوان ايه؟ احنا بنقدر نعرف ان
احنا عينينا مركبه على انها ما تشوفش بين الا بين البنفسجي والاحمر، اللي احنا من الالوان اللي احنا بنشوفها دي فوق البنفسجي ما نقدرش نشوف، تحت الاحمر ما نقدرش نشوف، لان في الوان تانية كتير فوق البنفسجي وفي الوان تانية كتير تحت الاحمر، انما خلقت عينينا بس الالوان دي. لو انت عينيك قدرت تشوف فوق البنفسجي هتشوف الملائكه، ولو انك عينيك قدرت تشوف تحت الاحمر هتشوف الجن، وفي الوان كتير موجوده. فلذلك هو يقول لك كل بصير غيره يعمى عن خفي الالوان. طب انت يا علي كيف عرفت؟ لان عندك العلم، العلم اللدني اللي اعطاه لك رسول الله، عندك العلم ده. ولذلك انت ابدا من الكل انك تكون انت اللي مسؤول عن الامه وتمشيها زي ما ربنا كان عايز تمشيها. في نهج البلاغه كان يمشي يقول ايه، يمشي على نهر الفرات يقول لهم ايه، انا استطيع ان استخرج لكم من هذا الماء نار ونور. وسكت. تعال احنا دلوقتي بعقلنا بمعلوماتنا باللي احنا فيه، ايه هي النار وايه هو النور؟ النار اللي هي الطاقه الكهربائيه، الطاقه الكهربائيه، والنور النور الطاقه الكهربائيه، والنار اللي هي الطاقه الحراريه اللي احنا بنقولها دلوقتي بلغة العصر، النار الطاقة الحرارية والنور الطاقة الكهربائية. هذا هو علي، هذا هو علي. يبقى احنا علينا ان احنا لازم ننشر ثقافة الغدير يا جماعة، لازم ننشر الثقافة. احنا عارفين في وقت الغدير، انا نسيت حتى اقولها لكم كمان، لما اجتمعوا الناس كانوا قاعدين على حفة البركة، قاعدين على الحفة وتحتهم ناس وتحتهم ناس. عارف كيف ملاعب الكرة القدم دلوقتي كيف بيقعدوا العالي والتحتي وتحتي؟ كانوا قاعدين كده في الغدير. القعدة دي جت كده تلقائيا ولا جت من قبل الله عشان الكل يشوف رسول الله والكل يسمعه؟ نسيت اقول لكم الحتة دي انا وانا بتكلم. طيب ربنا دلوقتي عايزنا ان احنا ننشر حكاية الغدير ده، والرسول وصانا فيها في قوله في الغدير، وصانا فيها ان 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 قال ايه. شوف يعني انا لما قلت لكم اني اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي، ده كلام الله. شوف في سورة الضحى، والضحى والليل اذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الاولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، الم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فاغنى، فاما اليتيم فلا تقهر، واما السائل فلا تنهر. طبعا انا الكلام ده شرحته قبل كده في محاضره. طبعا ربنا رسول الله بشده الرحمه اللي فيه لا يقهر يتيم ولا ينهر سائل. وقال له ايه، واما بنعمه ربك، اللي هي ايه، اتممت عليكم نعمتي، واما بنعمه ربك فحدث. يعني كانه مطلوب مننا ان احنا نحدث عن الغدير لاولادنا لجيراننا لكل الناس اللي بنعرفهم. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. بنقف لغاية كده النهاردة، بنشوفكم في حلقة تانية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.